تعال أخدك ونروح على القطاع الثقافي والمشروعات الثقافية اللي اتعملت في مصر. عندنا مشروعات تقريبا تكلفتها 8.1 مليار جنيه. خليني أنا أخد معايا على تليفون دكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. أهلا أهلا أهلا. أنا مالا، إزيك يا أستاذ يوسف؟ عامل إيه يا عمرو بيه؟ إيه الأحوال؟ ازي كله تمام؟ حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله. ازي حضرتك؟ خلاص الله مجلس يخليك. النواب راجع، يبقى هنشوفك كتير. تحت امرك يا حبيبي سلام، يا ده استاذ، دايما تنورنا يا عمرو بيه. منور يمكن عايز بوجودك اتكلم دايما. على ال 8.1 دول. 8.1 صرفناهم على ايه في مدة قد ايه؟ هو مع الوزيره النهارده في اللقاء مع فخامه الرئيس، ال 162 مشروع باجمالي تكلفه 8.2 مليار جنيه، دول مشاريع الوزاره ككل، يعني كل قطاعات الوزاره. حلو. انا لو اكلمك على بعض المشاريع اللي هي المتعلقة خاصه بالهيئة بالهيئه العامه لقصور الثقافه، طبعا. اللي هو احنا عندنا مشاريع الهيئه لقصور الثقافه، احنا عملنا طورنا خلال العشر سنوات الماضيه طورنا 24 قصر باجمالي تكلفه مليار جنيه. حلو. عملنا انشاء جديد 15 قصر بتكلفه 437 مليون. انشانا مكتبه عامه جديده بتكلفه 12 مليون جنيه. وده اللي تم صرفه من ما تم تنفيذه خلال العشر سنوات الماضيه. الجاري تنفيذه، احنا عندنا برضو جاري تنفيذه، المشاريع الجاري تنفيذها، احنا جاري بنعمل دلوقتي على 14 تطوير 14 قصر ثقافه باجمالي مليار 134 مليون جنيه. وعندنا انشاء جديد 3 قصور بتكلفه 363 مليون. طب ده كلام كويس. احنا انا حابب اتكلم على الميزانيه كهيئه قصور ثقافه خلال العشر سنوات، للامل ان انا كنت ماسك القطاع المالي في الفتره طبعا اللي فاتت. احنا واخدين الميزانيه، كانت باديه ميزانيه كانت ضعيفه جدا، كانت ميزانيه قصور الثقافه كانت لا تتعدى 60 مليون جنيه. الحمد لله خلال العشر سنوات، خلال الاربع سنوات اللي فاتوا، الميزانيه اترفعت ب 450 مليون جنيه. ده اللي خلانا نساعد او ساعدتنا في انهاء المشاريع اللي تم افتتاحها. احنا تم افتتاح عده مشاريع كثيره الفتره اللي فاتت، اخرها ابو المطامير لسه الاسبوع اللي فات في محافظه البحيره، قصر ثقافه ابو المطامير على مساحه 1210 متر، يضم مسرح وقاعات متعدده. طبعا غير المشاريع الثانيه اللي تمت، كان السامر وطنطا ومركز ثقافي طنطا، والقصور اللي تم افتتاحها اللي هي الانشاءات زي اللي انا قلتهم قبل كده 15 قصر وتطوير 24 قصر. طب ده معناه ده يعني، بالاضافه الى ده يخليني يعني هسأل ولو ان كان سؤالا بسيطا، يعني ده معناه انه التخطيط والماليه مش معاكسينكم في حاجه؟ لا، احنا بكل الدعم للتخطيط الماليه، بس هو القصه مش معاكسنا، هي المتطلبات. احنا عندنا عدد القصور كتير جدا ومحتاج تطوير كبير جدا ومحتاجين دعم. طبعا احنا الدعم، طبعا احنا بندخل وزاره الماليه وبندخل وزاره التخطيط على الدعم الدائم، بس انت عارف مع تغير الاسعار وزياده الاسعار، التكلفه بتاعه انشاء القصور، خصوصا ان احنا القصور بتاعتنا الجديده بنعملها على احدث تقنيه من الصوت والضوء وتجهيزات المطرح، فالتجهيزات دي كل ما بتزيد والتكلفه والتكنولوجيا بتاعها الجديده بتزيد في تكلفتها. اصل يعني هي تكلفه القصر طبعا بتزيد، اول يعني ما قلت تكلفه لي ان القصر دلوقتي الميزانيه، حاليا عشان نعمل تكلفه قصر جديده بتتعدى، حاليا الجديد بتعدى ال 200 مليون. اول ما قلت لي الميزانيه زادت فانا فرحت، قلت ده معناه ان احنا هنكتر طلبات الاحاطه المتعلقه بانشاء قصور وبيوت ثقافه جديده بقى، طالما في فلوس فهنخش يعني. والله احنا بالفعل احنا شغالين على في مشاريع جاريه ان شاء الله باذن الله، يعني احنا شغالين على قدم طب الوثاق يعني ان شاء الله باذن الله ده بتفتحها. يخليني هروح لسؤال يبدو اكثر جديه برضو عمرو بيه، هي مساله اتفضل. انه هل احنا واحنا بنشتغل على بناء قصور ثقافه جديده، بيوت ثقافه جديده، انا بشتغل بناء على التوزيع الديموغرافي، بشوف عدد السكان في المنطقه دي قد ايه، وبالتالي بقول لا المكان ده لازم يتعمل فيه قصر ثقافه، ده هيتعمل فيه بيت ثقافه، ده هيتعمل فيه نشاط محدود الى اخره. طبعا هو بناء على تعليمات معالي الوزيره في الفتره الاخيره، احنا بدانا ندرس الطبيعه الجغرافيه والطبيعه والعدد السكاني والمكان اللي هيخدم الناس. حلو. ده في الفتره الاخيره، يمكن كان فيما سابق العهد زمان ما كانش بيحصل الكلام ده، كان ممكن تلاقي في موقع واحد اكثر من مكان، انما احنا دلوقتي احنا بندي اولويه للاماكن المحرومه اللي ما فيهاش مواقع ثقافيه. انما المكان اللي فيه مواقع ثقافيه طبعا مش لازم ان احنا نعمل له مكان ثاني، ده يعني احنا ترشيدا للنفقات وترشيدا للانفاق. انا من باب اولى ان انا ابني في مكان محروم ثقافيا. ده بالاضافه للبنيه التحتيه،
احنا في المشروع اللي احنا بدأناه في العشر سنوات وكان مشروع ناجح جدا، اللي هو استعطنا بيه عن البياع على البنيان والمباني، اللي هو مشروع المسارح المتنقلة. احنا تم انشاء 6 مسارح متنقلة بتكلفة 26 مليون جنيه. ال6 مسارح متنقلة دي طبعا كانت عاملة طفرة في هيئة قصور الثقافة ووزارة الثقافة اللي احنا لفينا بيها، وكان قطاعات وزارة الثقافة كلها بتتعاون معانا في نشر الثقافة عليها. يعني الأوبرا اشتغلت معانا على المسارح المتنقلة، مسرح التجوال اشتغل معانا على المسارح المتنقلة، قطاعات كتيرة اشتغلت معانا على المسارح المتنقلة اللي لفت الأماكن المحروبة. ال6 مسارح دي احنا وزعناها جغرافيا على محافظات الجمهورية للطبقة للأقاليم الثقافية. واحنا كان فيه في المرحلة دي كانت المرحلة الأولى، واحنا حاليا شغالين جارين لنجاح المشروع. عملنا مرحلة ثانية 8 مسارح متنقلة إن شاء الله بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتحت التنفيذ إن شاء الله بإذن الله، احنا بنأمل إنها تنتهي قبل شهر 12. ممتاز ممتاز ممتاز. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور عمرو، نورتنا وشرفتنا، ونشوفك بقى إن شاء الله كتير خلال الفترة اللي جاية. الدكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.